مشاهدينا الكرام، جاءنا في نبأ عاجل أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال ترحيبهما بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين. وقد أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية. وأضاف أيضا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجابيا على القرن الإفريقي وشعوبه، وشدد على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، منوهين إلى ضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون بما يحقق للاستقرار والتنمية لشعوبه.